حياكم الله بمهمة إنسانية أخوان. زايد منتسب بالجيش العراقي طقت عليه عبوتين بال 2014، بسببها هاي عينة انتهت وحاليا راح يقلعها، وهاي الثانية شوف بها بنسبة 10 إلى 20%. ليش رحت للإعلام ما أجيتنا؟ أنت من رحت للأستاذ حيدر قلت له أنا هارب 4 سنوات؟ لا سيد ما قلت له. قلت له أنا رحت القائد؟ لا سيد. رحت لأمر اللواء وطردك؟ لا سيد ما رحت. رحت قائد فرقة وطردك؟ لا سيد. أجيت علي وطردتك؟ لا سيد. ليش يا كان المفروض تلجأ لنا. صحيح. وإحنا راح نحل مشكلتك. صحيح. يوم الخميس أنت بنفسك تجيب تعرض على اللجان الطبية. يوم الخميس. وافق. نعم سيد مدير الإدارة. عليك موضوع. بيدك تاخذه يوم الخميس للجان اكتوبر زين باكر يكمل باكر تكمله ان شاء الله كمل يوم الخميس واذا ما كملوا تعرفوه حتى لو ما عندش تعرفوه عن شغله تهمت ونقله الى مركز تاهيل الجان الثالث الله يسلمك لانه ما نريد نقله مهله تروح من عندك 500 هو المركز الثالث مرقي ومن يكمل ياخذ القرار من هسه طول اجازه شهر. دكتور السلام عليكم. عندي احد المقاتلين ناشد عبر احد الاخوه الاعلاميين خلال 48 ساعه يوم الخميس يدخل لجان حتى لو مكمل كل شيء تعرضون ينعرض عليك وياخذ القرار ويكمل وعميد ظافر مدير الاداره مال الفرقه العاشره راح يكمل اوراق الاخرى. عندك شيء بعد؟ الله يكفيك. بفضل الله ومقابلتي السيد رئيس أركان الجيش لأنه زادت معنوياتي حقيقة، ارتفعت المعنويات عندي وسلام خاص من المقاتلين فرقة العاشرة للسيد رئيس أركان الجيش لوقوفي المشرف مع كافة الأخوان الجرحى والمقاتلين، وأتوجه بالشكر الجزيل إلى السيد رئيس اللجان الطبية ومدير الأمور الطبية ووقفتهم المشرفة معي وما قصروا وحلوا مشكلتي وممنون معدهم الله يبارك فيهم، وأعيد الشكر والاهتمام للسيد رئيس أركان الجيش الله يديمه ويخليه فخر المؤسسة العسكرية. ممنون معدكم أني ورحم الله والديكم، وهاي قضيتي أني انحلت والحمد لله والشكر.